كيفك زعتر؟ ليه خاطي؟ هيك اشتهيت لك الكبايات. الله يسلم ايديك، والله ما بدي اتعذب حالها. لك كم سيك شبك، خود خود. كتر خيرك. كيفك؟ شفته؟ شفته؟ انصبح بالارض. يا زلمه، يا زلمه تا 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 لا سمو تا. شو وين كاين؟ وانت شو دخلها؟ عم بسألك بتجاوب، وين كاين ولا؟ لك سلوم؟ لا تكون شربان شي بدك تزت بلاك علي باخر هالليل. انا بدي زت بلاي عليه؟ انا عم بسالك سؤال وبدك تجاوب عليه وبادب واحترام. يا سيدي ما دخلك، ما دخلك فيه لا وين بروح ولا لوين بجي. عم بتقلي الي ما دخلك؟ ليك احترم حالك مظبوط ولا تخليني اغلط فيك. ها لا يا سيدي غلط، بعدين مو عيب عليك انت والدرك اللي معك تتصحصل وتضحك وهيك مثل النسوان. لك في عالم نايمه، في عالم مريضه، في اولاد صغار. على اخر زماني بقى يجي سمعه يعلمني العيب. أنا بعلمك وبعلم 100 واحد مثلك ولا؟ يا سيدي بعلمك وبعلم أهلك كمان أنا، بعدين معيب عليك شوارع اللي بوشك تضحك هيك؟ لك هالسبعة ما حدك! والله نحن غلطنا ومنكن السماح. شوفي شو القصة؟ ما في شيء يا عمي ابو عصام، كنت ماشي انا والشباب وعم بمزح مع سمعو وقلت له لك وينك لك سمعو مو مبين. حرام تكذب سلوم، بعدين من امتى بيني وبينك في مزح؟ هلا شو صار سمعو احكي لنا. عمي ابو ظافر كنت ماشي انا، صوت ضحكه وكركرته واصل لاخر الحاره. لا وفوق هيك عم يسالني وين كنت، ومن كلمه لكلمه صار اللي صار. لك انت شو بدك في يوم ما كان يكون؟ لك شبكه شوفي ليشك جمعي؟ شو رصة شوفي يا سيدة؟ شرف شو بعيدة؟ شرفت عمو ضربك؟ ليش عديم أقلك؟ يا سيدي ضربونا ضربونا وحصرونا هون. شو هاد؟ لهون وصلت معكم يا الحارة الطبع؟ تضربوا عناصر المخفر؟ وكل الله بجودة الله يرضى عليك. خلينا نفهم شو القصة بالأول. شو ما صار يصير شو ما كانت القصة؟ دركي ما بصير ينضرب. ايوه بس الدركي يضرب العالم معليش. بس مبين هون مين الضرب مين مضروبة بظفير؟ الله وكيلك يا سيدي، هجموا علينا مثل الجراد واخذوا منا البواريد كمان. اخذوا البواريد؟ اي والله يا سيدي. ايوه روق ابو شوداد روق. البواريد بترجعوها يا رجال، بس انت كمان بتفهم الدرك. ما حلوه يعني يفوتوا على الحاره عم يتصلصلوا بصوت عالي ويزعجوا العالم، يحترموا العالم لانه العالم مو دبان. رجعوا لهم البواريد يا رجال، رجعوا لهم يا عم شباب. تأمروا سيك. بس في باروتي ناقصه سيدي. شو ها؟ ايه والله مو مبينه. ابو عصام وين البارود الرابع الناقصه؟ وين الناقصه يا شباب؟ وين البارود الرابع؟ رجعوها يا ابي. هدول هن البواريد. رجعوا البارود الرابعه، رجعوا لهم البارود يا رجال، وكفى الله المؤمنين القتال. شيخي والله هدول هن. ابو عصام كلمه واحده ما في غيرها، راح اخذ الدرك ونرجع على المغفر، بس البارود الناقصه الرابعه بدي اياها، واذا ما رجعت باروده انت بتعرف شو راح يصير. حركوا لك تيوس، حركوا يا حمير العام ضربكم، حركوا لك. ماشي البارودة بترجع يا رجال. ما كانوا هن ثلاث بواري. اخرب بيتك على الحمله. لك سمعان، لك العام ضربك يا بديش، لك هي بارودة بدك، لك هي عرضك، هي كرامتك، يخرب بيتك. لك شو طالب ياخذوها منا؟ لك بني رادا اذا بيصل الخبر للداخليه والله بينخرب بيتك. يستر على عرضك يا سيدي، شو تخبر الداخلية؟ إيك والله بينخرب بيتي هيك. ينخرب بيتك، يضرب على راسك ما دخلني. اسمعوا لك، على كل اللي بيهمني، هدول الرجال اللي أخذوا البارود والبارود كله مكتبي، فاهمان؟ الله يسامحك يا سيدي، هيك عم تحكي معي؟ الله لا يسامحك، لا؟
شو مفكرني صاحبك ورفيقك تحت معي هيك؟ العمى ضربها! لك يخرب بيتك هي عقدة عقدة! إيه لو تشوفهم كيف هجموا علينا، إيه والله ما عم نلحق لهم. معروف بدهم يهجموا عليك، شايفينك بتجدوش وخروق. لا حول ولا قوة إلا بالله. عمي بعسر وبيستر على عرضك مشان الله، أنا غلطت ومنكم السماح، بس مشان الله البارودة، لك والله بيخرب بيتي. شد وجهك ولك أحسن ما فك نيعك ها؟ أمرك سيدي. شو بعصام؟ شو صار معاه؟ بشو؟ بالبارودة وهدول اللي ضربوا الدرك. روق أبو جودات، موضوع رجال منحله بيناتنا، بس بارودة ما في. أيوه، وليش بقى ما في؟ شو سمعت من أبو ظافر يا أبو جودات؟ ما في. شو يعني متمالك أبو ظافر؟ شبك أبو عصام؟ أنت بتعرف شو المشكلة؟ بتعرف منيع؟ أنا لحد هلا ما خبرت الداخلية. إذا الداخلية دردت الموضوع فيها خربان بيت، هي عهدة أنا باصم عليها، بصمته لهذا المضروب على قلبه وسلوم عليها، وبالأخص إنه طلعت من حارتكم وغابت البارودة، خطفوها هنيك. أبو جودات، الشباب أخذوا ثلاث بواري ورجعناهم. لك يا جماعة، هذا المسكين سلوم يخرب بيته شبكه. أخي، رجعوا لنا البارودة. قصة الشباب انحلها، نزلوا كام يوم لعندي على النظارة، ونقول له الله معكم مع السلامة، بس هذا مصيبة المصايب، إذا حولته على القلعة راح ينزلوه على السيلون، يعني انتهى الولد، شبكه؟ مشان الملائكة، حلها بعصام؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طمنا يا عصام، طمنا، شو صار؟ عمي البارودة عندنا بالحارة. ابو جودات عم يكذب عليك عمي ابو عصام. لا عمي، ما عم يكذب. ما عم يكذب؟ ايه ما عم يكذب، والبارودة عندنا. شغله ما فيها كذب عمي، انا حاكي كلمة واحدة. قصة البارودة مو لعبة، مو شلون ما كان هيك. ما بدنا عي، ما بدنا الفرنساوي يرجع يفوت بحجته على الحارة. ايوه، اللي شافطها يرجعها من حاله. هاي من الاخير، البارودة لازم ترجع على الكراكون. الفرنساوي مو قليل، بكرة بيعمل 100 قصة بسببها. 100 قصة بيساوي. شو بنساوي بحالنا؟ نجيب وجع الراس لحالنا نحنا؟ احكوا. البارودة عندي عم بيصان. انت لك زعتر؟ ايه عندي عمي، عندي. انا لما شفتهم هاجمين على سمعو، والله اعلاتي ما حملوني، وقلت لحالي فوت دعوسهم كلهم يا ولد قش لفه. بس لما ما طلع بايدي قلت لحالي خذ الباروده يا زعتر وخبيها، وبس تشوف عمك ابو عصام ناوله اياها لايده. الله محييك. عافية عليك زعتر. حواس عمي دقوا. كفو لك زعتر، بس ما تلخر اذا بتعيدها ادني وادنيك بسببهم اربعه. لا تشتغل شيء من كونك. أمرك عمي أبو عصام، أمرك. عمي، موضوع البارودة وحلينا، بس بدكم تلاقونا حدا منكم يبتلوا ليلة بالكراكون، لأنه أبو جودات ما عم يمرق شغلة ضرب الدرك. متنح بده حدا يبات بالكراكون لو ليلة. أنا؟ إيه أنا عمي أبو زرفي. لك روح، الله يرضى عليك ويحميك يا ابني. وأنا بطلع معه كمان عمي. لا أخي أبو كرام، أنا ضربت، أنا بروح على الحبس. بري عليكم علي، ما علي بتبيض الوش. عمي زعتر، يلا سناوي البارودة. اهلا وسهلا. السلام عليكم. اهلا وسهلا بكبارية حط الطبع. اهلين يا ابو صافي. يا عمي، هاي البارودة التقيت، مدري وين كانت، ملحوشة وما حدا شايفها. شرف سيدي. تعال يا ابني يا سلوم. حاضر سيدي. خذ بارودتك ولك. نلع. ايه سيدي، هاي البارودة رجعت عم شوطات، خلصنا. ممكن بمعيتك بقى هلا خاطير يبات ببيته وما ينام بالحبس الليلة. والله بده يبقى عندي. لا تحلف، لا تحلف ابو جودات، خلينا عم ناخذ ونعطي. لا تحلف، ما بدي صومك ثلاث ايام. يا بده يبقى عندي يا بده يبات بالقلعة. شي نتفاهم عليها ابو جودات، نتفاهم عليها. بس لسه اول شغله ما تفاهمنا عليها يا ابو عصام. ابو جودات، البارودة تفاهمنا عليها، صارت عندك وبعدين بحكي انا وياك. نتفاهم على التنتين سيدي سوا. ماشي، بس بده يبات عندي. لامتى؟ لبكرة العصر. ايه لبكرة العصر مقدور عليها. ماشي. ابو عصام، خاطر بضيافتي انا، ما تكلم. رستم. حاضر سيدي. نزل خاطر على النظارة. امرك سيدي. روح عمي، روح اتكل على الله. شرفوا انتم نتفاهم بالمكتب، تفضلوا. جميل.
شرف سيدي شرف شرف. فوت لقلك فوت، اجيت على حضن امك وابوك. الله يقدرني ويرد لك اياها. كبير لك سلوم كبير. بس ما عرفنا قديش عمرك، قطعته ولا لساتك بامرك غلاظه؟ خليك فايق لا تنام، جاي لك. عم بنتظرك. لك يلا رود ارميل. شنو رجلي عم يحكوني انت يا اكبر قدر؟ انا فرشيك. لك يلا روح شباب، نرميل. شو خاطر افندي؟ شو بدك ابو جودات؟ وعم تضرب الدرك يسلون كمان؟ ولا يكون دركي بالاول. قلت شو رايك تعم تطرح يا رئيس مخفى؟ ابو جودات ما تسلخني الفلقه اللي بدك اياها وتخلصني بقى. هو هيك راح يصير. سلون. حاضر سيدي. افتح الباب لحتى نسلخوا فلقه للشر. من عيوني. ايه تعال لهون. امشي قدامي. نزل ايدك. امشي. ايدك بعرف طبيعي حظه. رستو. حاضر سيدي. زين ساعته. استرزق انت وياه. قول والله. اهلا وسهلا بخاطي. اهلين بخاطي. خلصت ابو جودان؟ جودات واحد واطي وابن حرام، بس اللي عملته لك عمي خاطر ما بيعمله غير واحد قبضاي ابن قبضاي. بري عليك. اي والله. الله يرحم ابوك اللي خلك ما مات عمي. تعيش عمي. يلا ان شاء الله معافى. يعافي قلبك عمي ابو يصحى. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلين سمعوه. ان شاء الله معافى يا رب ويكثر خيرك. لاهلك سمعوه. يلا ابي يلا مش الحال. لا ترك عليها اليومين يواش يواش يعني مو تخطي فيها ودهنها بالزيت ولا تخليها ترفع الهواء. يلا كنت بخير تنوصلك على البيت. يلا يا رب يلا على مهد.